من كام يوم كده احنا عندنا يعني منهمكين قوي في بعض الشائعات الخاصه بحديقه الحيوان، وانه حديقه الحيوان هتتقفل، وان حديقه الحيوان هتتباع، وان حديقه الحيوان القطاع الخاص خلاص هيسيطر عليها، وانه بيشوفوا ارض حديقه الحيوان عشان يبيعوها، وانه ما عادش في حيوانات في الحديقه، وانه الحديقه اللي انشئت سنه 1891 يعني بقى لها دلوقتي 131 سنه تقريبا، خلاص كل سنه وانتم طيبين بقى، ولا في حديقه ولا يحزنون. خلينا نرجع للامر باصله كده ونشوف الدكتور اللواء ايهاب صابر رئيس هيئه الخدمات، رئيس هيئه خدمات الطب البيطري، اعتقد يعني هيقول لنا بقى حقيقه الموقف ايه، لانه في برضه ناس طلعت وضحت وهو لاخره، بس خلينا نحسم الجدل في الدقائق التاليه بخصوص حديقه الحيوان. هتتقفل ولا مش هتتقفل؟ هتتباع ولا مش هتتباع؟ هتبوظ ولا مش هتبوظ؟ ايه الموضوع؟ هتخش بقى في تلفريك مع حديقه الاورمان، في مش عارف نفق سفلي مش عارف هيروح فين وهيجي منين وبتاع، شويه كلام كده الحقيقه يطيروا البرج يعني. سياده اللواء ازي حضرتك يا فندم؟ اهلا بحضرتك يا فندم. اخبارنا ايه واخبار حديقه الحيوان ايه؟ يعني حضرتك قلت في البدايه اولا كل سنه حضراتكم طيبين. سلام يا فندم. بمناسبة الأعياد والأجازات والأيام الجميلة والخير اللي بيعم مصر إن شاء الله وهيعمها على طول، حضرتك قلت كلمة مهمة جدا، شائعات. طبعا يعني الشائعات يعني خلاص دي بقت شائعة، أولا يعني إشاعة، إشاعة سلبية مش كويسة جدا. اللي أشعها جاي يقولها في وقت أعياد وفي وقت الناس بتروح الجنينة، كانوا موجودين النهاردة ومفتوحة بكرة الجنينة بتستقبل الزائرين. التطوير طبعا موجود في حياتنا كلها ولازم نتطور. صحيح. نطور بنيه تحتيه، بنيه اساسيه عندنا. بنحدث، بنزود رفاهيه الحيوان وراحته اللي عندنا في جنينه الحيوانات، لانها حيوانات بريه بتحتاج دايما لظروف بيئيه مواتيه زي ما هي عايشه. حلوه سياده اللواء، حضرتك بتقول نزود رفاهيه الحيوان. حلوه طبعا يا فندم. راحه الحيوان ورفاهيته هي مهمه جدا لصحته، وخصوصا لما يكون حيوان جاي من الغابات والبراري، انها مش حيوانات منزليه كلها. فكل ما هنحدث في 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 بيئته ونخليها زي البيئه الطبيعيه اللي جاي منها، تزود هي 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 تسمى رفاهيه الحيوان، اللي عائد على صحته والعائد على انتاجيته ان هو يعيش كويس ويعيش سليم، والمواطن يخش يراه كانه عايش في طبيعته. هو عندنا عدد بالحيوانات الموجوده يا فندم جوه الحديقه؟ نعم يا فندم. عندنا عدد بالحيوانات الموجوده جوه الحديقه؟ طبعا يا فندم موجود العدد، موجود وموجود الخطه التناسليه بتاعتها في خطه التربيه والتحديث بتاعها. يعني حضرتك عندك فكره كم عدد الحيوانات الموجود في يعني الحديقه؟ خلينا اقول لك بدقه يعني بالظبط. اتفضل يا فندم. في ميعاد ثاني ان شاء الله بالتفصيل. تمام. طيب. انما الحديقه بتزخر بانواع بريه جميله جدا من المفترسات. تمام. من الغزلان. تمام. من الزواحف. تمام. طيب في اي نيه في الفتره القادمه لغلق الحديقه؟ لا يا فندم طبعا خالص. كلمه غلق دي كلمه طيب. يعني مستبعده. التلفريك اللي هيربط الحديقه بالاورمان في كلام في ده؟ يعني يا فندم يعني خلينا يعني ايه ما نتطرقش اشاعه نقعد نحللها. الحديقه مفتوحه. احنا مش بنحلل، احنا بنرد بس، احنا بنرد. يعني هو طالما اللي يعني المسؤول اللي قال كده او اللي تصرح كده يطلع هو يتكلم، انا مش هبرر له خطاه او هبرر له تصريحه يعني. فهمنا يا فندم ازاي؟ فالحديقه موجوده ومفتوحه. طيب. عمليه التطوير اللي قالت الجهات المعنيه عليه، عمليه التطوير تشمل ايه بالظبط؟ يا فندم التطوير ماشي تدريجيا، وبنطور في الحديقه وبالبنيه الاساسيه بتاعتها، سواء شبكات الميه، شبكات الكهرباء، الهاوزنج واللواء بتاع الحيوان نفسه، طريقه تقديم الاكل. الاكل يبقى اكثر صحيه، تقديم علاج مناسب، تقديم التحصينات المناسبه، الكشف الدوري على الحيوانات. بحيث ان الحيوان يبقى والمواطن بيتفرج على الحديقه، الحيوان يكون بصحه جيده جدا. تمام. مور هيلث زي ما بيقولوا. ولا فقدنا الهدف من استمتاع المواطن. ان احنا بنقول له غابه صغيره قدامه. تمام. حديقه الحيوان عباره عن ايه؟ تمام. غابه صغيره قدام المواطن بنجيبها له لغايه عنده. الموضوع بسيط جدا ومش محتاج الهيصه والاشاعات. ما الهيصه دي بتطلع كل فتره للاسف. للاسف الشديد. للاسف الشديد. انما الحديقه تابعيه مباشره لوزاره الزراعه. تمام. تديرها وزاره الزراعه باطقم طبيه على مستوى عالي من العلم والاداره في الحيوانات، في مجال الحيوانات البريه. تمام. معاهد البحثيه في وزاره الزراعه بتساند الاداره في خدماتها الطبيه البيطريه وفي الرعايه الصحيه اللي بتقدم لها. تمام فندم.
انا بشكر حضرتك شكر جزيل على هذا الحسم، واعتقد يعني زي ما قال برضو سيادة اللواء يعني هنفضل نردد شائعات بتتردد، فهناخد الشائعات ونحللها. هي مش فكرة تحليل بقدر ما هي فكرة رد وحسم لهذا الامر. فله جزيل الشكر سيادة اللواء إيهاب صابر رئيس هيئة الخدمات، رئيس هيئة خدمات الطب الطب البيطري اللي هو دكتور إيهاب صابر. أشكر حضرتك شكر جزيل، بس عشان ما نسيبش برضو بعض الأمور كده من غير ما نحسمها يعني. فكده حديقة الحيوان تمام، الأمور كويسة قوي، ما فيش أي مشاكل، استقبال الزوار موجود، حد عايز يروح بكرة، حد يروح بعده، أول السنة، حد عايز يروح يحتفل في نص السنة، أجازة نص السنة جاية إن شاء الله والناس تروح، فما فيش أي مشكلة فيها يعني. فأرجو أن أنتوا تاخدوا الموضوع بصورة نهائية خلاص، روحوا حديقة الحيوان، استمتعوا بما لذ وطاب في حديقة الحيوان، وإن شاء الله الأمور تكون أفضل في الفترة القادمة بإذن الله.